سأبدأ بالجزء الأول. انظر، كما قلت، نحن نظرنا عن كثب وركزنا على ما رد حماس، وهنالك نقاط غير مقبولة كما قلت، ولكن هنالك مساحة لجهة تفاصيل الرد، أعني بذلك السعي لتعزيز المفاوضات للوصول إلى اتفاق. هذا ما نسعى للوصول إليه. لا أريد أن أتحدث نيابة عن إسرائيل وأي طرف آخر، ولكن نحن نؤمن أن هنالك بالفعل حيز يمكن استغلاله للوصول إلى اتفاق، ويجب استغلاله. بالنسبة لرفح، كما قلت في السابق، إسرائيل لزام عليها أن تقوم بكل ما بوسعها لحماية المدنيين وتوفير المساعدات التي يحتاجها المدنيون إبان هذا النزاع. أي حملة عسكرية أو عملية عسكرية تتخذها إسرائيل يجب أن تضع المدنيين في ذهنها أولا وقبل كل شيء، وقد اقترحت طرائق لفعل ذلك، وهذا ينطبق على حالة رفح حيث هناك 1.2 أو 1.4 مليون شخص، الكثير منهم نزحوا من مناطق أخرى من غزة، وبالتالي نريد أن نضمن مجددا بأن أي شيء يتخذ وأي عملية عسكرية يجب أن يكون وضع المدنيين أولا وقبل كل شيء مأخوذ بعين الاعتبار، ويجب اتخاذ خطوات ضرورية لحمايتهم وتوفير المساعدات لهم. أنتم اقترحتم بعض الطرائق، ما هي؟ لقد حثيت إسرائيل على البناء على ما أنجز لجهة توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وكما قلت في حالة رفح هذا جد مهم لأنها مأهولة بالسكان نحو مكثف، بما في ذلك نازحين من أجزاء أخرى من القطاع. بالنسبة للأونروا، انظر، نحن ينتابنا قلق عميق لجهة الإدعاءات المرتبطة بمشاركة بعض موظفيها في 7 أكتوبر، ولزام كما قالت الأمم المتحدة عليها أن تقوم بتحقيق معمق وأن يكون هناك مساءلة وتدابير تتخذ لضمان عدم حصول هذا مجددا، أي أن لا يتورط أي موظف بأي عملية إرهابية كما حصل في 7 أكتوبر. نحن نعلم أن العمل الذي تقوم به الأونروا والوظائف التي تطلع بها يجب الحفاظ عليها، لأن الكثير من الحيوات تعتمد على هذه الخدمات، وبالتالي سوف ننظر إلى الإجراءات التي تتخذها الأونروا، وكما قلت بالهمة بمكان الحفاظ على وظيفة الأونروا.